اخيرا يا جماعه حارتاح شوي. استلمنا هلا السويت، ما بعرف لما شفت المنظر هون هيك بتخت فجاه هيك حسيت اني انا لازم نام، وبنفس الوقت انه لا ما بدي نام. يعني ما بعرف عن جد، ما بعرف، محتاره محتاره الاقي حالي، ما رايح حالي، شو اعمل؟ شوفي شوفي قفلتي قفلتي شغلات قفلتها. بس اول شيء بدي فوت على الحمام كرمال غسل، هي اول شيء، اول شيء لازم انا اعمله. تمام، انا كمان لازم اغسل، بدل ثيابي. حاسه حالي صلي 24 ساعه بثيابي يا جماعه، بس فعليا انا ما صلي 24 ساعه، لا ما صلي 24 ساعه بثيابي، بس هيك يعني احساس، بس مجرد احساس اني انا حاسه حالي صلي بثيابي. فظيعه فظيعه سيدرا، فورا فورا جابت الميزان، قال انا وزني بيضله ثابت 66، بس انه منيح يعني، انه منيح يعني، وين المشكله؟ ما في مشكله، بالعكس بيجي انه وزنك مثالي 66، بالعكس حلو. لازم سيدي اشوف ميزان. طب تعالي شوف انا، انا قد ايش وزني؟ وزني هيك هيك حبيبتي، يلا يعني شو اذا انا 66، يعني شو؟ انا اسمى منك ب 10 كيلو، يعني انا سمناني نحفانة شو؟ نحفانة كيلو 57، نحفانة كيلو كنت 57. بس لا تنسي كمان احنا اليوم كثير تحركنا وما اكلنا، بس بدي افهم سيدي لانه انت شو بدك تسوي؟ شفتوا الفيو؟ وجدتيهم الفيو؟ لا شوفوا الفيو شو عم شام يا شام شام. طلع شحن موبايلي، بس الفكره نسيانه اني انا حاطه بهي الشنطه ولا بهي الشنطه، فهمتوا علي؟ يا ترى انا وش انسيدرا يا سيسي؟ ماما كمان عم تقيس وزن، عم تقيس وزن. ليش لما نزلت على سوريا نزل وزني اتمشي طبيعي من البسط سيسي؟ بس قولي لي شو بدك؟ انا بانو شنطه حاطه شاحني؟ عن جد نسيت، ما بعرف، اظن بالسوداء بدي افتحها اصلا خلينا نفتح التنتين، هيك هيك بنطلع مكياجي وحطه بالحمام. بس ما عندي والسشوار والليس. غيرنا على السريع وبدي هيك اعدل على حالي شيء سريع سريع وننزل، ننزل نفطر نتغدى بنفس الوقت لانه جوعانين. تمام، وغير هيك انا ليش تحمست زياده اني انزل هلا اطلع؟ لانه اذا ما طلعت فعليا ححط راسي ونام من التعب. انتوا تخيلوا انه عن جد يعني انا نايمة يمكن بس الساعتين اللي نمتهم بالطيارة، غير هيك ماني نايمة. سيدرا مو نايمة بالمرة، اجا مي على الفيش، ما في داعي كهرباء. بسم الله اعمل بس شوي سشوار لغرفتي. انا مستغربة ان البودرة ثابتة من امبارح، من امبارح ما بتعرفوا تلخبطت يعني ما عم بعرف امبارح ايه امبارح. انا كمان شيء بسيط سريع. سيدرا يا سيسي خلصتي؟ هيك نطلع نعم يعني غدا برا، اجواء برا بتعرفوا. انا قلت لهم اذا بدكم يعني انه حتى خصوصي مشان ماما كمان ترتاح انه بنطلع بناكل بنأمن على بطننا على كرشنا وبنرجع بنرتاح شوي، والمساء مثلا بس نفيق نصحى بنعمل فعاليات اقل شيء اليوم، لانه فعلا يعني تخيلوا انه احنا جايين طريق سفر معقول منا معقول
ومفروض عادي يعني انه ما ننام، بس انا بصراحة بضعف، خصوصي هلا عم بتخيل حالي اني اكل شو حيصير، شو حيصير بعد الاكل. يا الله البلاش مع سيدرا بالشنطة الثانية، يعني نص مكياجي هون ونص المكياج الثاني. شو؟ غيري. انا لبست هذا الفستان انه هيك يعني سريع سريع، رح البسه هيك مع سليبر وشنطة ومريح. سيدرا وين البلاش؟ يا سيسي ما عم تبدأني، تقولي عم تحكي مع حالي حاليا، انا حاليا عم بحكي مع حالي. هذا مو مبري. ايه هذا احمر يعني ما خرج، حنحط هذا. وهيك صرنا جاهزين وسيسي هون. هاي شايفين الاجواء الريلاكس اللي عاملينها؟ يا سلام هون كثير ريلاكس. جوعانه واصله لمرحله عقلي جوعانه عم رعبتني رعبه انفلجت. كنت معكم انا دموجي ما لقيت غير ماما عم قلت لها ماما شوفي انا نسيت. لا شو نسيتي؟ انا نسيت انيتي بالغرفه طلعت فيها هيك انه يعني ماما ان شاء الله. ماما ان شاء الله ولا درجه راح اوقف قلبي من الرعبه. خدي ايوه في داعي توقع على الاشياء كلها. مو وقتها خدي مو شغال هذا الثاني الثاني. خدي جي وقعوا اصلا وقعوا الاثنين او خليته بالارض كمان. ليك المشغل خليه جوا عشان ما ناخده معنا. مشان هي الأنينة رجعتنا، مشان هي الأنينة رجعتنا ورعبتني يعني مو بس على الرجع. شايفين هي عملت تلاقي شوفي مامي هي أنينة خدي مصطفى. ما أتربيني والله من وين شي ضغطين عزيز عن جد ضغطين عزيز مو عزيز رعبت بجمع. ليش الأصفة؟ لا والفكرة هو حل بيومنيك هنيك دغري في فيو حلو. ست الشام بما انه هذا المطعم كان اقرب مطعم عندي. اقرب بالنسبة للفندق؟ ايه اقرب ايه بالنسبة للهوتيل اللي انا اخذته. قبل مالتي صاير. هناك فوران بنزلكم صحن سيرفيس. ويا سلام. عم تقول شو رايكم شو بدكم تاكلوا؟ قلت لها انا بصراحه مو قادره اعطي رايي، جيبوا اللي بدكم اياه خلاص حسب الوقت. ايه بس فول حطوا واحد زيت واحد لبن صغار. لا الفول لا تستحينا استطع من نام فول يعني والله هذا بده فول هذا السيرفيس بده صاحب فول صغير يلا صاحب فول بس بزيت ويكون حامض كمان كل شيء يكون حامض. وهذا لولا البرك ما شاء الله كله برك. برك جبنا يا ما شو السخنه
لا لا انا لسه ما عدت حطها بس الريحه والطعم بس حامي كده. واو جنن. مامو سيدرا رجله بالتسعية. ها؟ قيمة حامضة؟ سوريا يا جماعة حرفيا ما بنشبع منه. طيب نوم عند السلام برا. تطلع بها تمسك عبد البركة. حتى الزيتون طيب. نجيب الفول هيك ليك كمان حاط لك التون. انا بلاش الدوق تفاح قلبي. يا الله بدي لو الحال طلع حلو الحال شحال شكلها يا جماعه. انا شبعت نعتيت بلاش الدوخ. لا وضع عندك لك مريحه تسقيها. شوفي شوفي انا دخلت هاي الفته اللي كنت بتعملوا لها تمام بنعمل لها. استنوا يعني المخلل شاهدني المخلل. يا 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 مقدر استوعب كميه الجواخاني انا فيها. يا يا عم شوف مو هذا الشعر عم جبت اربعه هلا انا حاليا حتى الزيتون عم ينطلق بجنن بجنن. شايفين الزيتون كثير طيب. بالشام كل شيء طيب. الشام كل شيء طيب. لكن اسمعوا اسراء وامي لساتهم عم ياكلوا بس انا ما عم اتقبل اني اشوف حدا عم ياكل قدامي. فحاشتك بدي اكل. فحاشتك انت بتعرفي انا من ايمت؟ من الطياره لهلا. وانا من الطياره لهلا بس لما بيسألوني شو سر نحافتي لما انزل على سوريا ما باكل بتصد نفسي من المطاعم من البسط. يعني انا ما انا بكون مبسوطه كثير غريبه هي الشغله فيني بس لما بكون مبسوطه ما بحب اكل. انت بالعكسي يعني ما بعرف انه في عالم ما بعرف استغرب حرفيا طلبني انا ماما وسيندرا طلبنا صحن فول ثلاثة بورات جبنة وزبدة تسقية. تخيلوا احنا ثلاثة أكلنا وشبعنا من ذاك. شوف يعني التسقية زاد الفول هون زاد بس البرك يعني ما زادت لأنه يا عمري أنا لما أرجع سوري ما باكل خلص ما بعرف عاد الأكل طيب بس ما بعرف شو بيصير لي بتسكر معدتي. الله يا سيسي وهيك صبيت لي كاسة ماي. ليه هذا اللي بري يا أختي بري الشام. اوكي فهلا كنا عم نحكي انا سيدرا وماما. سيدرا وماما جاباني نروح على الشعلان. هي قريبة من المالكي. نحن هلا بالمالكي ولا بالشعلان؟ هلا احنا بالمالكي. نحن هلا بالمالكي. انا قلت لهم لا مالكي لا شعلان بصراحة مو قدراني مو قدراني. خلصنا هلا اكل قلت لهم لكم انا اذا بنام وبرتاح ساعتين عن جد بعمل اللي بدكم اياه بعدين بس اني انا واصل وما نام لا لا ما بكون مركزة ما رح كون مركزة صدقوني. فبس انه اللهم هيك بس عبيت بطني مشان راسي ما يوجعني انه مشان خلص هلا اعمل يعني هيك سيستم تمام اليوم خلي شوي 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 علي تمام تمام. ومو عاجبه لا ما بدها تروح انا مو نحسانه بدها تروح تطلع لحالها. انا ما نمت على فكره من امبارح ما اصلا ما نمت امبارح طول اليوم ماني نايمه. سيدرا مو نايمه ما شاء الله عليها ورغم هيك متنشطة متنشطة.
شوفوا لي شوارع الشام. شوفوا شوفوا دخيل قلبك انا اي دخيل قلبك اي تاكسي تاكسي.